هذه الحكومة تحديدا خص التعامل معها فقط داخل جدران هذه المؤسسة فقط. غريب هذا الأمر، غريب من قبل حكومة كتعتبر راسها سياسية، وغريب من قبل حكومة اللي كتمتع حسب أقوالها بهذا الأغلبية الواسعة وبهذا الثقة عند المواطنات والمواطنين. هذا كلامهم طبعا. غريب من قبل هذه الحكومة اللي كتعتبر بأن رصيدها مميز على جميع الأصعدة، وأنها حققت في عامين ونص ما التزمت بتحقيقه في 5 سنوات، بل أكثر من ذلك في التطورات وفي الأجوبة التي جاءت فيما بعد، أنهم حققوا في 2.5 ما لم تحققه في المغرب أي حكومة أخرى في 5 سنوات. تبارك الله تبارك الله تبارك ما إلا نبتون سولو المغاربة على هذا الرصيد المميز، نهضروا معاهم. وعندما نريد نحن في حزب التقدم والاشتراكية أن نخاطب على حد سواء الحكومة بوقت أوسع، وأنوه هنا بالكلمة المميزة لرفيقنا راشد حموني باسمكم جميعا في الجلسة المخصصة إلى ذلك، عندما نريد أن نفصل، لأن 17 دقيقة لا تكفي إلى ذلك، وأننا نوضع الرأي العام الوطني فيصل بيننا، أو أنه حكم بيننا، ونتوجه بمساءلة بشكل راق لهذه الحكومة من خلال رسالة مفتوحة يتم التوجه إلينا بلا حشمة بلا حياة، بتخرج العينين، بالاستناد إلى الدستور. ما عرفت كيف يقرأوا هذا الدستور، كيتوجهونا على أساس أنه إحنا في وضعية شروط دستوري، بمعنى أن الساحة السياسية غير موجودة، ما يمكنش نتكلموا فيها، بمعنى ما يمكنش نديروا تجمعات، بمعنى ما يمكنش نديروا اجتماعات ديال الهيئات السياسية ديالنا، بمعنى ما يمكنش نصدروا بلاغات، بمعنى طبعا ما يمكنش نوجهوا رسائل مفتوحة، بمعنى ما يمكنش نتنقلوا الأقاليم، بمعنى ما يمكنش نستقبلوا المواطنين، بمعنى أننا كأحزاب حنا عندنا ذراع واحد هو البرلمان اللي يمكن نتكلموا فيه معاكم، مع السيادات ديالكم. واش نتوما واعيين بهذا الكلام اللي كتقولوا بالخطوره ديالو؟ واش عمر شي اغلبيه جرأت انها تتكلم بهذه الطريقه؟ واش ما نتوما ما واعيينش بان هذا الامر يعتبر تضييق على الممارسه السياسيه السويه في بلادنا؟ واش باغيين تلجموا الجميع؟ سكتوا المواطنين، وهناك أدلة على ذلك، وسائل الإعلام، وهناك ما يحكى على هذا المستوى، وباغيين تدوزوا حتى الأحزاب السياسية حتى هي ما تبقى تتكلم معاكم غير هنا، لأن الأمر مريحكم، وحتى هنا ما كتحترموش جميع المواعيد الدستورية وما هو مفروض عليكم من واجبات، تأتون فقط داخل هذين المجلسين للاستناد إلى الأغلبية اللي عندكم فيه من أجل تمرير ما تريدون أنكم تمروا.
اما الى انتقدكم شي واحد وقال شي حاجه، لانه اليوم يبدو لنا وكانه حتى المعارضه انتما ما تعترفوا بدورها الا الى مشات في السياق ديال التطبيل وديال التصفيق لهذه الحكومه. اما الى انتقدات بشكل مسؤول وبالخصوص الى وجهت لكم رساله مفتوحه، ولاحظوا معايا والمواطنين شاهدين على ذلك والاطراف السياسيه الاخرى شاهدة على ذلك، وسائل الاعلام كلها شاهدة على ذلك، رساله مفتوحه ما فيهاش قسم ديال الهجوم الشخصي على اي كان، فيها مساءلات أساسية واعتبار فقط أنه المجيء أمام مجلس النواب وكذلك مجلس المستشارين خاصة في الأجوبة والقول بأن كل شيء تحقق وبأنما السعادة المثلى هي اللي موجودة اليوم في المجتمع المغربي، راه هذا الشيء هذا راه كينم على واحد الاستعلاء. وسمحوا لي نستعمل واحد الكلمه ما استعملناهاش في الرساله، ولكن هذه المره غنستعملها لان هي اللي كتؤدي لهذه الاجوبه المنحطه اللي استمعنا اليها في اليومين الاخيرين، بحيث انكم تعتبروا بان من انطلاقا من الغرور اللي انتم فيه بانكم حقيقه راكم ما كاينش شي واحد اللي استطاع انه يدير هادشي اللي درتيه. والغرور عرفتي شنو هو اللي كيوقع بالنسبه لمن يوجد في هذه الوضعيه؟ الغرور هو بالطبع هو بالذات عندما يعتبر الانسان الذي يقول ذلك كيولي هو براسو كيتيق بداكشي اللي كيقول، لانه غائب عن الساحه بشكل ملموس. ما كنتكلمش طبعا ما كنتكلمش على عشرات مئات ربما الاف المنتخبين والمنتخبات اللي كينتميو لهذه الاحزاب المكونه للاغلبيه وخاصه للحزب الذي يسير هذه الاغلبيه، لان على الاقل هذوك موجودين في الساحه كيتكلموا مع المواطنات والمواطنين وعايشين معاهم. كنتكلمين على اللي عايشين في المكاتب ديالهم ويستشيرون مكاتب الدراسات المختلفة والخبراء اللي صلتهم بالمجتمع منعدمة، وهما مرتاحين على راسهم فيما يقومون به وكيتيقوا اللوحات لطابلو لكوب اللي لا علاقة لها بالواقع الملموس اللي كيعيشوه المواطنين. كنتكلم على هذا الشيء اللي كيجعل انه هناك حساسية مفرطة امام اي انتقاد اللي يمكن نوجهه لكم. وفي هذا الباب ونحن نلح بداية على انه احنا في ممارستنا السياسيه كحزب منذ 80 سنه معروف علينا احترام الاطراف السياسيه كامله، معروف علينا اننا عمرنا ما هجمنا شخصيين على شي حد، معروف علينا اننا جديين في الطرح ديالنا، كنتقدموا أمام الطرح بالطرح المضاد بالأرقام وبالتحليل، وندلي برأينا بجرأة وشجاعة، يمكن تعجب يمكن ما تعجبش، وتلقينا في مسارنا ضربات على ذلك وبقينا مستمرين. هكذا هو حزب التقدم الاشتراكي منذ أن كان
ويستمر، واستمرار تواجده في هذه القاعة واستمرار تواجده كأنشط حزب سياسي بدون منازعة من خلال اجتماعات أسبوعية وإصدار بلاغات أسبوعية في الساحة، نقول ذلك خصو يكون هذا أقل ما يمكن أنه تديروا أحزاب سياسية. مع الأسف ولينا شبه متفردين. استمرارنا على هذه الوجهة دليل على أننا حزب حي، حزب بقدر ما يحتفظ ويحافظ على هويته وعلى مبادئ المؤسسة بقدر ما هو حزب متكيف مع الواقع، وإلا ما كناش نتواجدوا هنا. فاللي تربى عندنا في سنواته الأولى وربما عندنا تعلم يلوك شوية في الهضرة وتعلم مبادئ المؤسسة، لكن الرياح ديال المسارات الشخصية حتى لا أقول شيء آخر جعلته يلحق بالحزب اللي هو اليوم فيه، على الأقل يحترم هذا الحزب الذي من الغالب أنه في جلسة عمومية قريبة ربما واحد سنة نص كان ينوه به، أي بحزب تقدم الاشتراكية، ويقول كلام في حقه بأنه حزب مميز وكيلعب دور أساسي في المعارضة وحزب وطني وغير ذلك من الكلام. كان يقول استسمح رشيد، لكن هذا الواقع، كما كان يقول في زيارة أخيرة بالصين وحاضر فيها الرفيق رشيد عندما يقدم حزب التقدم الاشتراكية والرفيق تحديدا بأنه الرفيق رشيد يمثلو حزب عريق وطني له 80 سنة وجود في المغرب متميز في أدائه كيلعب خاص إلى ذلك. فماذا تغير سيد رئيس المجلس؟ أقصد ماذا تغير؟ الذي تغير هو أنه هذا الحزب هذا اللي هو احنا ارتكبنا جريمة، جريمة ما بعدها جريمة، وجهنا الرسالة المفتوحة الثانية. وربما نبهوني بعض الإخوان، إخوان أقول يعني ماشي من داخل الحزب، بأنه ماشي غير وجهنا رسالة ثانية بعد ما وجهنا الأولى، وتذكروا كيف وجهت الرسالة الأولى بنفس الأسلوب ديك المرة ببلاغ من قبل حزب، احنا ما توجهنا لوش، احنا توجهنا لرئيس الحكومة فيما يتعلق بسياسات عمومية، وكنا كننتظر هو لا على ان ديك شيء خارج، وبالارقام كذلك على المغاربة بانه داك شيء ماشي هو. ايضا هو اننا خرجنا الرسالة الثانية، ولكن خرجنا كذلك واحد الفيديو الاولى والثانية يبدو ان على اي حال باسلوب حديث كان عنده واحد الدور. وتذكروا ان الفيديو الاولى والثانية راه ما فيهم لا قذف ولا إساءة شخصية لأي كان، فيهم فقط نفس التأكيد بشكل مبسط على نفس المواقف الموجودة في الرسالة المفتوحة. أو طبعا عندما وجه التعليمات، لأن هكذا تسير الأمور في الحزب الذي نتحدث عنه، عندما توجه التعليمات ويقال لبعض لي ليوتنو ك
كما كيتسموا في فضاء اخر انهم يتكلموا ويجاوبوا. الجواب الوحيد اللي كان توصلوا به هو ما استمعنا اليه. كنعاود نكرر، لاحظوا معي بانه ما جاوبونا لا على واقع الفضاء السياسي ولا على التشغيل ولا على الوضع الاقتصادي ونسبة النمو ولا على ثقة من عدمها في الفضاء السياسي ومناخ الأعمال ولا الملايين ديال المغاربة كاينش في الفعل العمومي ولا على الحماية الاجتماعية والتعثرات لها ولا على الدعم المباشر ولا على السكن ولا على غير ذلك من الأمور اللي جبناها في الرسالة ديالنا مرقمة مدعمة تحليل. ما جاوبوناش عليه، لاحظوا معنا، مشاو فقط لهجوم على الحزب وعلى بعض الأشخاص داخل الحزب. هذا هو المستوى ديال السياسة، خاصة وسمحوا لي نقول لكم بانه لما الامر كيجي من عند بعض الناس هكذا على اي حال كيكون مؤسف، اما لما كيجي من قبل مسؤول كيحتل مرتبه عاليه في المؤسسات ديال الدوله وكيرأس هذه المؤسسه اللي احنا فيها اليوم بهذا المستوى الساقط، فتساؤلات عريضة تطرح بالنسبة لصحة سلامة الفضاء السياسي اليوم. ربما الإخوان يتأثرون بالمصائب وبطبيعة الناس اللي دخلوا منا في الفضاء السياسي خاصة منذ انتخابات 2021. توصل ببعض المكالمات الهاتفية داخل صفوف التي تعبر عن سيئها أمام هذا الرد الساقط اللي تقدمنا في اللقاء الذي كان يوم السبت، واللي كيعتبروا بأنه ما متفقينش معنا في كل ما قلناه في الرسالة، لكن كيعتبروا بأنه الجواب يعني لا يشرف بتاتا، خاصة عندما يكون من يدلي بهذه التصريحات هو رئيس مجلس النواب. بالطبع كيحاولوا أنا بعض الأمور اللي ربما غيقولوا غيحرجونا بها، فبغيت نتوجه سيد الرئيس ونقول له رئيس المجلس أما رئيس الحكومة ما غنتكلمش معاه، غنقول له فقط بأنه إذا كان هناك ارتباك فالارتباك ليس عندنا، لأن هذا ماشي ارتباك. صيفط لكم رسالة مفتوحة وفيها انتقادات مرقمة مدعمة بتحليل، هذه ممارسة راقية سامية ديال النقد وتعبير على الدور المنوط بالأحزاب السياسية وبالمعارضة تحديدا في الدستور داخل وخارج البرلمان. الارتباك عند من؟ الارتباك عند اللي عطى التعليمات لهادو لليوتنا باش يجاوبوا بهالطريقة الساقطة. ها الارتباك فين كاين؟ لأنه لا يحق لأي كان أنه ينتقد هذه الحكومة شبه المقدسة. ما تنتقدوش، هادو باغين يرجعونا عقود إلى الوراء.
من خلال ممارستهم. ومن ضمن الأمور التي تقال ربما احنا ما نقدرش نجاوبه بأننا تعرضنا لرسالة ملكية. نحن تعرضنا فعلا إلى جانب أطراف أخرى وأشخاص آخرين من بعد الحسيمة. والحسيمة مزيان نذكروا المغاربة شكون اللي موجود في الأصل ديالها وديال مشاكلها وديال كل ما جرى من بعد. مزيان نذكروا بأنه الأصل يعود إلى ما حدث في الصيد البحري والوفاة اللي وقع عنداك، وشكون اللي موجود تحديدا كوزير ديال الفلاحة وديال الصيد البحري في هذه القصة. مزيان نذكروا به وكل ما أتى من بعد من تطورات سلبية. تماما مزيان تماما هادو كيأكدوا مزيان. إذن مزيان ذكروا بذلك، توصلنا فعلا بهذه الرسالة وفهمناها وفهمنا المغزى ديالها وفهمنا خاصة بالنسبة لنا أنها مرتبطة أساسا بالمواقف التي كانت لنا وبصمودنا ووفائنا لتحالف حكومي، لأننا عندما نقوم باختيارات نذهب بهذه الاختيارات إلى نهايتها كحزب مستقل. إذن أدينا الثمن ديال مواقفنا والجميع يعلم ذلك. أدينا الثمن على ماذا؟ أدينا الثمن على صمودنا أمام ما كان يحاك من مؤامرات إزاء الفريق السياسي، وكان من ضمن المنفذين الأساسيين، المنفذين ماشي الذي كان يقود هذه العملية، وتحديدا تكون أمور واضحة. من غادر اليوم الساحة السياسية والحمد لله، والذي كان يأمر عدد من الفاعلين السياسيين المختلفين في أحزاب مختلفة ومنهم السيد الرئيس، ماشي انت رئيس المجلس، باش ينفذوا بشكل طيع وبخنوع مجموعة من التعليمات التي أفسدت الفضاء السياسي وتدخلت في شؤون الأحزاب المختلفة وأدت إلى ما نحن عليه اليوم في هذا الفضاء السياسي، من هو بين الأحزاب والمؤسسات والبرلمان والحكومة والرأي العام الوطني وخاصة الفئات الشابة منه. ففي الوقت اللي احنا كنا كنصمدوا أمام ذلك، البعض الآخر كان مساهم بشكل مباشر في هذه الأعمال السلبية على مستويات مختلفة حتى داخل الحزب الذي ينتمي إليه، حتى داخل الحزب الذي ينتمي والذي عرف ما عرفه من انقلابات داخلية وتطورات داخلية لا أريد الدخول فيها، هذا أمر داخلي لهذا الحزب يدبر رأسه بها. لكن الفاعل الأساسي في ذلك نعلم من هو وماذا كان ينفذ من تعليمات على هذا المستوى. فمن الأحسن أنه يعطينا اتساع
لأنه إلى قرر أن يستمر خاصة في توجيه بعض الاتهامات والكلام الساقط إزاء حزب التقدم والاشتراكية، عندما يريد أي شخص أن يستعمل هذا الأسلوب في العمل السياسي، أي الهجوم الشخصي والهجوم على الأشخاص، ما فيها بس ينقي باب داره، وما فيها بس أن البيت ديالو يكون من ما يكونش من زجاج. بالطبع حنا في حزب التقدم والاشتراكية ما كنستعملوش أسلوب معين ولا نخوض في ذلك، ولكن لما كيتوجه الإنسان للشرفاء ولحزب يضم في صفوفه مناضلين تسمو ومسؤولين في وزارات وفي غيرها للتسمو بالاستقامة وبالنزاهة وبالحرص على خدمة الصالح العام، من الأحسن أن الإنسان لما يتوجه لهم حول رصيدهم، ولكن يعطيهم افتقار على المستوى الشخصي، خاصة كما قلت لما يكون هذا السلاح ديال الضعفاء اللي هو الهجوم الشخصي يأتي من شي حد اللي عليه انه يحتاط من هذه الناحية، وتحمل المسؤوليات في مستويات مختلفة دال على ذلك، وما يلزمنا حد بأن نخوض أكثر في هذه الجوانب. ثم يقال لنا بأنه نحن أمام حكومة اللي لن تقتها ما كتجاوبكش حول ما قامت به أو لا تقوم به، كيجاوبوك بشكل يعني هامشي ماشي بشكل رسمي، وكيجاوبوك بالسب وبالقذف وبالشتم، وكيقولوا لك بانه حنا يعني حنا او لا توجهوا لهم شي حد اخر، حتى هما غيقولوا له انتم فشلتي، وراه كيقولوها الاحزاب الاخرى بان حنا كلشي فشل، وبان المغرب عمليا بدا في 2021 عاد بدا المغرب عاد بدات الخدمه، غير كينساو واحد المساله اساسيه هو انهم هما حنا هذه 20 عام وغنرجع لها، ولكن هما راه هذه 40 عام وهما في حكومات متتاليه 40 عام والزياده 45 تقريبا، فماذا تقولون الان؟ بان كل هذه الحكومات اللي شاركتوا فيهم قبل التناوب وبعد التناوب كلهم فشلوا، حتى جيتوا انتوما وعندكم رئاسه الحكومه، وراه كانت عندكم رئاسه الحكومه من قبل اللي كانت كتسمى الوزاره الاولى انذاك، راه كانت عندكم، وانه المغرب لم يقم باي شيء وجات هذه الحكومه اللي حقيقه هي اللي حققت كل شيء ما لم تحققه اي حكومه اخرى. هذا هو الطرح اللي كان. وبالمناسبه اريد ان اؤكد على شيء، ماشي لانه يعني وكاننا سياسيين كنحاولوا نغطيه ولا كنحاولوا نحافظوا، لان الواقع يدل على ذلك والمواقف تدل على ذلك. نحن نقدر عاليا المسار ديال هذا الحزب كما نقدر مسارات ديال احزاب وطنيه اخرى. هذا الحزب الذي ينتمي إلى فئة معينة، لا أريد
أنني نكرر الكلام اللي كان كيتقال خاصة أيام الكتلة الديمقراطية على هذه الأحزاب، ولكن هذا الحزب كان له مسار، وفي ذلك المسار تفرد بعض الشيء. ونحن في حزب التقدم الاشتراكية كلنا تقدير للدور الذي كان له آنذاك من أجل المساهمة في فتح الباب لمزيد من الديمقراطية ومزيد من حقوق الإنسان وغير ذلك. لما كانوا واحد العدد ديال القامات كيسيروا هذا الحزب، والتي كانت لنا معهم كحزب وحتى على مستوى شخصي، ورغم صغر سني أنا ذاك ماذا بتنرى على محل ناهيك على القادة ديالنا التاريخيين علي عتا وغيره من داخل هذا المجلس ومن خارج هذا المجلس، اللي كانت لنا معهم علاقات متينة تقديرا لهم، وعلى رأسهم الرئيس المؤسس الذي على أي حال أتشرف بأن تكون لي إلى يومنا هذا علاقات معه، في وقت أعلم بأن لا أحد يفتش كما يقول المغاربة بالدارجة فيه أو يسأل عنه، على الأقل على مستوى الوفاء للماضي. هذا الحزب حنا كنقدروه وخليه في هذا المستوى اللي كان فيه، وخليه في مستوى إذا وقع الاختلاف يقع على المواقف وعلى التوجهات، وما كيوقعش على مستوى تأكيدات ساقطة التي لا طريق، والتي كما قلت تعتبر من أسلحة الضعفاء. فاحنا كنا معكم في حكومة منذ عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه، احنا اخرى احنا احزاب اخرى، الى نجحنا جميع، والى فشلنا جميع. ما يمكنش انتم ديروا لنا بواحد النوع ديال مقاربه سحريه انكم مساهمين في حكومات، خاصه هذه الحكومتين الاخيرتين اللي دازوا قبل منكم، وانهم فشلوا ولكن انتم نجحتوا. سبحان الله العظيم، في الوقت اللي المسؤوليه في الحكومات هي مسؤوليه جماعيه، فبالتالي اما اننا نجحنا جميع اما اننا فشلنا جميع. بركه ما تلفوا المغاربه. ولما كتقولوا لنا اننا خصنا نبقاو في البرلمان باش نتناقشوا معاكم، ما كتذكروش انتم لمده سنوات في الحكومه الاخيره قبل منكم كل سبت وحد كتمشيو تنظموا التجمعات وكتضربوا في الحكومه اللي انتم طرف فيها، وكتعكسوا كل ما تقوم به هذه الحكومه. تتذكرون ذلك؟ شكونتيو كديروا مع من كنتيو كتخدموا انذاك وانتم اعضاء في الحكومه وملزمين بالتضامن الحكومي؟ هذا الشيء كان مباح لكم انتم انكم تمشيو وتتصلوا وتديروا تجمعات وتقولوا كلام حق الحكومه اللي انتم فيها واللي كتحملوا فيها مسؤوليات اساسيه. وباقي اليوم كتقولوا لنا ما داروا والو، وانتم عندكم فيها الماليه والصناعه والفلاحه والصيد البحري والسياحه والصناعه وما عرفتاش، يعني اساس الحكومات. باقي اليوم كتقولوا لنا حنا هذوك الحكومات ما داروا والو، دخلنا عليكم بالله، واش نتوما معقولين؟ إذن هذا بالنسبه لهذا المستوى اللي اعتبرته هو حقيقه الاكثر انحطاطا، لان كانت بعض الكلام الاخر الذي قيل ما كاين باس يمكننا ندققوا فيه، ويمكننا نقولوا مثلا بانما هذه الرساله المفتوحه
اللي صيفطنا واللي هي عند الرأي العام اليوم هي رسالة اللي ناتجة على المداولة الجماعية الحرة المسؤولة لقيادة حزبية تعمل بشكل جماعي وهي المكتب السياسي للحزب، وهما عدد منهم حاضرين هنا، ويمكن لهم يقولوا لكم بأنه بداية محاور هذه الرسالة تم اعتمادها في اجتماع ديال المكتب السياسي، ثم صياغة هذه الرسالة هي فعل مناضلين ومسؤولين وطنيين ديال هذا الحزب، ترباوا في هذا الحزب، وبكل تواضع أنا منهم، باش يجي واحد عاد كيتعلم السياسة اليوم يجي يقولنا ربما يتأثر في ذلك بما يقومون به هم فين ما يبغيو يصيغوا شي حاجة يعيطوا المكاتب الدراسات ويقولنا بأن ما احنا عندنا شي وافدين جدود هما اللي داروا لنا الصياغة، باش انتم عارفين مع من كتهضروا ولا راح يستقدم الاشتراكية، هذا راه معروف في تاريخه بإنتاج المواقف وبإنتاج المذكرات وبإنتاج الأطروحات في المؤتمرات وبالتفكير إلى درجة أن البعض ربما حتى لما كان كيبغي ينتقدنا كيقولنا هذا حزب غير ديال المثقفين ماشي ديال التقنوقراطيين ديال الناس اللي مجربين في السياسة، يمكننا نخطئوا يمكننا نكونوا على صواب، ولكن هكذا كنعملوا الصياغة. تمنين جاتكم هذه الفكره هذه لنا؟ كم حنا محتاجين لشي حد باش يدير لنا الصياغه؟ الصياغه كنديروها لراسنا، حتى الترجمه كنديروها لراسنا، لان هذه الامكانيات ديال حزبنا. هذا ما لقيتو ما تقولوا، اضافه اللي خصكم تهضروا معنا في البرلمان للسب والقذف والشتم في الاشخاص والمساس بحزب سياسي الجميع يشهد له بمصداقيته وبدوره، كتجيوك باش تبخسوا من هذه المبادرة اللي يبدو أنها أوجعت هذا الحزب. كل ما كانش ضرتهم بهذه الطريقة لا أعتقد أنهم غيهجموا علينا بهذه الطريقة. فالله يخليكم، حاولوا انكم ترفعوا شويه المستوى. الشباب ديال اليوم كيقولوا طلعوا النيفو، طلعوا النيفو شويه. الا كنتوا فعلا كتعتقدوا بان ما انتم دايرين هادشي كامل، انتم راضيين المغاربه وانتم يعني حقيقه الجميع معاكم، وارتاحوا مع راسكم، علاش مقلقين على اي واحد كينتقدكم؟ وجاوبونا نقطة بنقطة على الأمور اللي قلنا لكم، وجاوبونا بإنجازات حقيقية، لأن الجواب الوحيد اللي توصلنا به الوحيد في العشر نقاط اللي ذكرناها، هناك جواب وحيد هو أنه على مستوى حقوق الإنسان المغرب أصبح يرأس المجلس العالمي لحقوق الإنسان. دخلنا عليكم بالله، واش كتعتبروا بان ما عندكم نتوما كحكومه شي يد في هذا المنصب اللي كيحتلوا اليوم المغرب؟ ونعلموا بانكم بعاد تماما كحكومه عن ذلك، وبان الامر يعود الى المجهودات الدبلوماسيه التي يقوم بها المغرب، والتي طبعا يشرف عليها بشكل مباشر صاحب الجلالة. هذا هو الجول الإنجاز الوحيد اللي حاولوا يقولوا لنا أنه داروه في تصريحين لمسؤولين آخر نحترمه ونقدره، وشخصيا نحترمه ونقدره. هكذا إذن كانت مختلف الأجوبة، وراكم شتيوها وراكم قريتيوها. ربما أنني طولت شوية، لكن باش نقول أنه مع احتفاظنا بمستوى معين من المسؤولية فيها بس أننا نجاوبكم،
وأننا نقول لكم الله يخليكم حاولوا تفعلوا معنا على 10 نقاط وخا ما عجبتكم مش غنعاودهم لكم. ما غنطولش ما غنقراش الرسالة طبعا اللي احنا اللي صغناها طبعا نعاودها لكم، ولكن غنزيد نقول لكم بأنه أولا من تواضع لله رفعه. أولا كيف ما كانت درجة الإنجازات، أول شيء الذي يميز الحكماء هو التواضع، الهوميليتي، ماشي تتكلموا مع المغاربة على أساس أنه أنتم كل شيء درتيه، كل شيء توصل بالدعم، كل شيء مغطي اجتماعيا، الاقتصاد بخير، البطالة ما بغيتوش تهضروا عليها، الى كل شيء مزيان، وديك الشيء اللي قلتيه في 5 عامين ونص في 5 سنين غديروه راكم درتيه في 2 ونص، وكتجيو كتجاوبوا بهذه الطريقه، وكتجاوبوا كذلك بانه ايوا هذيك المؤسسات الوطنيه اللي كتقدم تقارير اياكم ثم اياكم انكم تقدموا بالتهديد بالتهديد. شكون بغاو يكونوا بالسلامه انكم تكلموا على مؤسسات اخرى واللي كان عارفوا من يرأسها لا الاولى ولا الثانيه، بمعنى الناس كيقوموا بالواجب ديالهم وطنيين، وهذا العمل داروه مع جميع الحكومات، كل الحكومات تلقت تقارير اما من عند المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اما من عند المندوبيه الساميه ديال التخطيط، كل الحكومات كلها خاصه في الموضوع ديال البطاله او ديال المؤشر ديال كلفة المعيشة أو خاصة كل الحكومات، ما كاينش شي واحد هددهم في الحكومات المتعاقبة ويتكلم. هذا هو الغرور، هذا هو الاستعلاء، هذا هو حقيقة يعني الخرق ديال الدستور الحقيقي، بأنه ما نخليوش لأي هيئة أخرى خاصها تطبل. وحتى حنا راه هادشي اللي باغيين يديروا معانا، حتى حنا كحزب باش نكونوا مزيانين في المعارضه خصنا نطبلوا او نديروا شي انتقاد يعني لايت تماما لايت داكشي يلاه يلاه. اما الا خرجنا شي حاجه ثقيله بحال الرساله المفتوحه وراها ثقيله، قلبوا فيها على شي حاجه اللي فيها شي هجوم شخصي ولا شي حاجه من هذا القبيل، لكن فيها واحد انكم ما درتي والو سياسيا، كنعاود ناكدها هنا من داخل هذا المجلس، ما درتي والو لا سياسيا ولا ديمقراطيا، وما قربتوش لهذا الفضاء لانه يزعجكم ولان ضعفكم السياسي بين، ولانكم تخشون هذا الفضاء وما يمكن ان يحمله. اما انت فيها نحميوها المؤسسات من الفساد والمفسدين، باش نحميوها من استعمال الفاحش ديال المال، ماشي عاد اليوم كنقولوها، قلناها من زمان ولكن قلناها بالخصوص في 2021، لان هادشي غيؤدي لكارثه حقيقيه بالنسبه للمؤسسات ولمن يملأ هذه المؤسسات، وغيؤدي لكارثه حقيقيه داخل سوق الاحزاب والقرار المستقل ديال هاد الاحزاب وسلامة هذه الأحزاب ومصداقية هذه الأحزاب وثقة المواطنين في هذه الأحزاب وفي المؤسسات. ثم لا يهمكم الأمر الحصول على أغلبية وكتقولوا لنا كتبجحوا احنا صوتوا علينا المواطنين، ثم باش صوتوا عليكم المواطنين بالعطنان ديال الأموال اللي نزلتوا في انتخابات؟ ما تريدون أن حزب وطني مسؤول نقي انه يواجه هذا الشيء؟ هذا بغيتو نديرو بحالكم؟ حتى الا بغينا ما عندنا لا الامكانيات ولا نعرفوا نديرو هذا الشيء، ولا نريد ان نسير في هذا الاتجاه، لاننا لا نريد لوطننا ان يسير في هذا الاتجاه. ما باغينش تجيبوا هذا الموضوع ولا باغين تحضروه، ولا ربما كاع هو بين يديكم.
ربما لأنكم كما قلنا لكم في الرسالة معولين في كل بساطة تعودوا 2021 وبأكثر. داك الشيء اللي استعملتوه في 2021 ناري عم الله اش تخرجوا لنا في 2016. ثم هادي انفاد اش من اثار اش من نسبة ديال التصويت اش من يا غزيل وما غنطولش بنفس الدرجة بالنسبة لي للنقاط الأخرى، لكن كنعاود نأكد لكم الله يخليكم جاوبونا على فشلكم الذريع في التشغيل في ارتفاع نسبة البطالة. الأرقام بينة لا داعي أنني نكمل، جاوبونا اللي تقلنا فقط ما تقلناش جوابا على المراسلة، قلنا بأنه النصف الثاني. أما النصف الأول يعني هذا اعتراف ضمني بأنه القضية حامضة وبينكم ما درتي والو. جاوبونا على الفشل في الأهداف الاقتصادية وفي تحسين مناخ الأعمال، جاوبونا. أعطينا لكم أشياء ملموسة على نسبة النمو، على تنزيل ديال القرارات اللي خصكم تنزلوها، على مجلس المنافسة، على ما يقع في المحروقات. راه واحد الطابلو خرج هاد الصباح كيدور، يمكن راه قديم. بما اننا كنتكلموا على المحروقات في الوقت اللي بلدان بحال تونس بحال مصر دايرينهم حتى الجزائر، ولكن الجزائر نقولوا عندهم هاد المواد في الوقت اللي هما كيتراوحوا بين 5 4 بالدرهم المغربي، حنا طالعين 14 بقدرات ديال الأسر المغربية اللي تقريبا مشابهة. ولا أحد يريد أن يلتفت إلى هذه المحروقات أو إلى القرارات علتها ديال مجلس المنافسة من أجل مراقبة ذلك، هذا الشيء ما نتكلموش عليه. أما لا جبدنا هذا الشيء، إلا جبدنا هذا الشيء ديال المحروقات أو جبدنا هذا الشيء ديال غدا، نجبدوا هاد الشيء ديال المعامل ديال التحلية أو نجبدوا ما يقع بالضبط في الفلاحة، أنا ذاك غنصبحوا حقيقة ربما أنه في إطار هذا النقد اللي كنقولوا ربما تحرك ضدنا شي مسطرة. فقط أننا كنقولوا أمور اللي مرتبطة بالساحة السياسية وبما يجري فيها. فجاوبونا على هاد الشيء واللي قدمنا لكم بالأرقام، جاوبونا على الفشل في تحقيق السيادة الاقتصادية على جميع المستويات. انتم شادين النغة في الماء، مزيان ديك الشيء اللي درتيه في الماء واللي اعترضتوا عليه لما كنا كنقولوه في حكومات سابقة، فباش نعاود نذكروا المواطنين بذلك. وما كنتوش باغيين ان يتعطي ديال القطاع ديال الماء في تسييره كما كنا نعمل على تسييره، وكان في ذلك واحد الشق مرتبط بضرورة مراقبة ما يستعمل من مياه في القطاع الفلاحي، فبالتالي كنت من الرافضين لأي إجراء عميق في المجال ديال الماء. تجيتيو وعطيتيو والحمد لله على ذلك، لأن للضرورة أحكام، لأننا أمام واقع الجميع يشهد فيه بأنه لكم منا أكده ما لقوش تنشربوا. ولكن بقدر ما تسيرون في هذا الاتجاه وقمتم بأعمال نعترف لكم بها، وقالها رشيد وقلنا احنا في الرسالات شي كنعترف لكم به، ولكن بقدر ما انتم غادين في هذا الاتجاه ما باغينش داك الشيء كامل اللي جالسين كنزيدوه ولا كنحاولوا نحسنوا به، ما باغينش تراجعوا ما يهدر من مياه وما يصدر من مياه الى الخارج. هادشي ما باغينش تقربوا له لانه كيمس مجموعه ديال المصالح. اما الامن الغذائي فحديت ولا حرج، والامن الطاقي فحديت ولا حرج، راه هادشي كله عندكم. يا كنتوما تايقين في راسكم وكتعتبروا بان ما كاين انجازات، وجاوبونا على هادشي وبينوا للمغاربه بان ما كاع داكشي اللي كيقولوا حزب التقدم الاشتراكيه
راه يعني مجانب للصواب. جاوبنا ايضا على النقطة السادسة او الخامسة، غلاء الاسعار. دابا حتى غلاء الاسعار حنا اخترعناه، ما موجودش، كتلعبوا لنا بالارقام. في الوقت اللي كانت النسبة ديال التضخم مرتفعة برقمين، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية اللي وصلت حتى 20%، ودابا يبدو واحد التراجع، ولكن التراجع مقارنة بماذا؟ تراجع مقارنة بديك الشيء اللي كان بجوج الأرقام. لكن في انتظار ذلك، ورا قلنا لكم باش تبان المغاربة، راه اللحم ب 140 درهم، ورا الحوليد العيد بالمناسبة شوفوا بشحال غيكون، وراكم رغم العيد زدتيو في البوطة. حنا ما كنقول لكمش ما باغينش مراجعة المقاصة، كنقولوا غير كسياسيين، كتقولوا على راسكم سياسيين وخليو بعدا غير العيد يدوز. يعني ها المغاربة الهلاك على الهلاك، وهنا هادشي خصنا نصفقوا لكم، ياك نقولوا لكم بانما انتم غاديين في الطريق مزيانين. اكملوا، راه الحمد لله اللي موجود حزب بحال حزب التقدم الاشتراكيه كينبهكم، اللهم ننبهوكم حنا بشكل مسؤول داخل مجلس النواب وخارج مجلس النواب، ولا تكون تنبيهات اخرى. راكم عشتيو الاحتقانات الاجتماعيه المختلفه اللي ما عرفتيوش تدبروها، وكتبجحوا لنا بداكشي اللي درتوه في التعليم. فقط نقول لكم ان داكشي اللي درتوه في التعليم راكم عملتوه تحت الاكراه بالنظر لحجم المظاهرات التي كانت موجوده، ما كنتوش باغيين تعطيو داكشي اللي عطيتيه، وما كنتوش باغيين توصلوا لداكشي اللي مشيتيو كتصرحوا به وكيصرح به السيد الرئيس رئيس المجلس. بالمناسبه نذكر بانه في تصريح شهير قال بانه الا ما وصلناش لداكشي ديال 7500 فاجيو جريو علينا بالحجر. طبعا حنا ما غنجريوش عليكم بالحجر، يعني بغيتونا نرجموكم؟ لا، باغا ندير هادشي. حنا فقط تكفينا نقول لكم هاد المواقف، بركه علينا وبركه عليكم. اذا غلاء الاسعار هو موجود، وليسونس ب 14 وربما 15 وربما راه هو موجود. هادشي راه المغاربه باقيين كيعانيو منه، وبالطبع جا عدد من المواد الاخرى الاستهلاكيه اللي كتعرف هادشي. الامل الامور مستقره في ذلك، فبالتالي هذا مساس بالقدره الشرائيه ديال المواطنين. جاوبونا على الارقام ديال المندوبيه الساميه اللي كتقول ان 3.2 مليون مغربي نزلوا تحت العتبه ديال الفقر وغير ذلك من الامور. اما التغطيه الصحيه فجعلتيه منها العصا السحريه والشعار ديال الدوله الاجتماعيه. الشعار موجود، النصوص موجوده، المجهود الاداري موجود، تخصيص بعض الموارد موجود، بل ورد ذلك على المستوى الفعلي، نبهناكم الى ذلك بالملموس. ما بغيتيوش تسمعوا هذا الهضره، خصنا غير نقول لكم طيب مزيان. حنا بغينا نقول لكم غير سيروا الله يخليكم عند المواطنين، سيروا عند ديك 8 المليون اللي قلتيو انهم ما موجودينش كاع، اللي ما تحولوش من الرماد للتضامن، وعندهم امراض مزمنه وعندهم وعايشين كوارث حقيقيه. سيروا عندهم سولوهم، رديتوهم ما كاينينش، وقلتيو لنا الا كانوا كاينين في نفس النوع من الاستعلاء نخرجوهم للشارع. حنا ما نخرجوهمش للشارع، والله ما قادين على ذلك ولا باغيين نديروا هذا الشيء، ما باغينش. ولكن انتم ربما بما انكم حكومه هائله، وهذا كنوجه تحيه لصاحب حقوق التاليف في هذه المساله، بما انكم انتم دوزتيو 10 المليون دوزتيهم لامو التضامن ونجحتيو في ذلك، خرجوا انتم ديك 10 المليون يهتفوا يقولوا عاش الحكومه، خرجوهم انتم.
ولما تكلمنا معكم على هذا الشيء ونبهناكم الى الهفوات في المهن الحره وفي الفئات غير الماجوره كما نبلسا بالضبط لي ترافايور نون سالاري بمعنى العمال غير الاجراء الى غير ذلك نبهناكم والارقام داله ها 27% ما عطاش هكذا داك الشيء ديال المساهمات 15 شيء داله عطيناكم الارقام كامله شي ما كتجاوبوش عليه ولما قلنا لكم ما يقع في الدعم المباشر انا كنت مؤخرا في بوعرفة وكانت امامي قاعه وكنحكي لكم ذلك بكل بساطه كانت امامي قاعه فيها بالخصوص نساء في واحد السن متقدمه وعايشين اوضاع حالكه صعيبه ما عندهم عملية لا مدخول ولا أفاق بالنسبة للمنطقة اللي فيها حدود مغلقة واللي فيها المناخ اللي غير مساعد وغير ذلك ولما بديت كنتكلم على التغطية الاجتماعية وعلى الدعم المباشر وكان ما بغاش يجي لي ديك الكلمة ديال المؤشر شكون اللي نبهني إلى المؤشر هاد النساء هم اللي قال لي المؤشر يعني هذا المؤشر اللي ولا واحد طمه كبرى بالنسبه للمواطنات والمواطنين كابوس حقيقي هادشي ما كتسمعوش انتم غير غاديين في الارقام وفي البيرويات وفي المكاتب وفي لي كورب وفي لي طابلو غاديين وعطيونا الله يخليكم وطلبنا منكم هادشي عطيونا الارقام وعطيونا هذا القانون اللي كنطلبوا انكم ديروه اللي موجود في دول راقيه قانون ديال التمويل ديال التغطيه الاجتماعيه عطيوه لنا باش لما تبداو تجيبوا لنا القانون المالي جيبوا لنا الارقام الداله شحال واحد مستفد وشحال فعلا صرفتيو ماشي تبقاو تقولوا لنا حنا غنصرفوا 25 مليار الى 29 مليار وغنصرفوا 10 مليار وتقريبا 9.5 في السكن وغنصرفوا 51 مليار في التغطيه الاجتماعيه وغير ذلك ولكن حنا بغينا نشوفوا هادشي بالملموس واش تصرف فعلا ومنين تصرف وننتظر ان تقوموا بذلك طلبنا منكم هادشي جاوبونا الا نتوما تايقين في راسكم وكتعتبروا بانكم درتيو الدوله الاجتماعيه وكل شيء بسلام وكل شيء بخير وعاد واحد العدد ديال المجالات اللي ما كتقربوا لهاش ما عندكم علاقه بها بدءا بشي حاجه اللي هي وثيقه وطنيه اليوم وثيقه وطنيه مرجع نتوما عملتيو منه مرجع اللي هو النموذج التنموي الجديد في واحد العدد ديال التوجهات نسيتيوه ما بقيتوش تكلموا عليه جبتيوه كمرجع المره الاولى لما قدمتيو برنامجكم في هذا المجلس امام البرلمان ما بقيتوش كتشيروا اليه وكما قلنا لكم في الرسالة ربما الأهداف ديالو تفوق بكثير ما يمكن أن هذه الحكومة تقوم به فبالتالي صافي جنبتيه وما بقيتوش تكلموا عليه خاصة أنه كيجبد ها الريع ها مناخ الأعمال ها الشفافية ها الرشوة ها الحكامة الجيدة ها تضارب المصالح ها كيجبد واحد عدد الامور اللي انتم ما باغينش تقربوا لها اما البيئه وفضاءات اخرى اللي انتم براسكم جبتيهم في البرنامج ديالكم انتم جالسين علينا بالدوله الاجتماعيه شعار لقيتوه هو هذا ما ديالكمش ما عندكم علاقه به ولكن ما كاين باس احنا مزيان احنا فرحانين انكم تستعملوا واحد الشعار اللي حنا ساهمنا بشكل كبير في اننا نرسخوه في الواقع السياسي المغربي مزيان ولكن ما تستعملوش هكا شعار برروا على ارض الواقع اذا نقف عند هذا الحد ولا نسقط طبعا في اي هجوم شخصي على اي مكان اللهم على سبيل التنبيه وطبعا إن عدتم عدنا إن عدتم في المواقف احترمنا ذلك إن عدتم بالمستويات الساقطة
ما عرفت ربما أننا لن نسايركم في ذلك، لأن حزب التقدم الاشتراكية أرقى بكثير من أن يسقط في هذه المستويات. شكرا لكم.